صدق حنا في خضم داكشي اللي عندنا اللي موجود كنقضيو به بكل صدق، ولكن هاد الدراري الصغار ما تاهما خص لابد ان شي انسان لابد انه في مقتبل المشوار ديالهم انه يمد لهم اليد. كنعتقد هذه فلسفه عبد الربيع ان دائما تتمد يدك اللاعبين اللي مغمورين واللي من بعد كيبقى عندهم صيت وعندهم كلمه وعندهم اسم في الساحه الوطنيه او لا كيحترفوا كاع برا. فا اونكور ديرير دو ليفر لا فوا ديو ميرسي، رانا جينا فعلا باش اننا اولا ما نهزموش خلال هادشي اللي قلت، هاد المعطيات اللي كاينين كامله التقنيه والمعطيات البشريه اللي عندنا، وعارفين على راسنا لاعبين ضد فريق قوي، فريق عنده ترسانه جيده، عنده الان كنعرفوا داك لو شونجمون دونترينور كتكون دائما ديكليك بالنسبه ليكيب اللي كيوقع عندها، ولو انه ان غرون بورسونتاج سي با توجور. دونك لا المدرب اللي كان في المغرب التطواني كان مدرب جيد، ولا كذلك المدرب الحالي، فهما اطر وطنيه في المستوى رفيع بكل صدق، والمغرب التطواني فريق قوي. اللي زادنا في الصعوبه واننا خدينا اصابه في الشوط الاول، فما كان عليا لان انا نرمو ما خصو يترمم في بين الشوطين. الحمد لله لاننا في مستهل الشوط الثاني اننا سجلنا اصابه ديال التعادل، واستمتعوا عليها اللاعبين. كنبغي نشكرهم وكنبغي نشد بيدهم اللاعبين ديالنا لانهم خداو نقطه ثمينه من قلب الاولمبيكا. هذا مشكل بالنسبه لجميع الفرق، فكل صدق ما غادي ما نخرج شايف باش انني نتكلم على اشياء، لانه شان اذا عمت هانت، شان الفرق الاخرى كاملين. حاجه فعلا اللي هي كنسجلها على اننا دائما حنا كنلعبوا في افتتاح ديال الدورات كاملين. دابا نهار الجمعه حنا نلعبوا الاول عاود، وشوف الكيلومتراج اللي ضربوا اللاعبين ويضربوا اليوم نيت بالليل، هذاك الشيء شيء صعب، ولاعبين شبان لان الترسانه كبيره، عندنا غيابات كثير كثار، وعندنا لاعبين اللي هما خصهم لابد شويه ديال لاكونفيونس. جو بونس انه حتى النتيجه هنا اللي هي بطعم انتصار، فهي تعطيهم شويه شحنه سيكولوجيه باش يزيدوا يشتغلوا ويزيدوا يامنوا بالمقدرات ديالهم. انا وراءهم، انا دايما جو لي بروتيج، والمسار اللي مازال يعني صعب، ولكن ناخذوا مقابله بمقابله، والوبجيكتيف ديالنا باذن الله نوصلوا له، وهذا هو الاساس.